دلوقتي نروح لمحطة تانية، وهي الفقرة اللي بتهم طبعا قطاع كبير من الجمهور خلال شهر رمضان، وملف الدراما. يمكن دي الحاجة اللي بتحسسنا باختلاف رمضان عن باقي شهور السنة، والسنة دي عندنا مجموعة كبيرة من المسلسلات والنجوم والقصص المختلفة اللي جهزتها لينا الشركة المتحدة لرمضان، واللي أصبحت بعد مرور حوالي أسبوع هي محور اهتمام وكلام الجمهور على السوشيال ميديا. من أبطال السنة دي اللي شدوا اهتمام وانتباه الناس أداء طبعا الفنانة الكبيرة روجينا في مسلسل سر إلهي. روجينا بتجسد من خلال المسلسل شخصية نصرة الضحية اللي بتتعرض للخداع والظلم من أقرب الأشخاص ليها، وبعد خروجها من السجن بتبدأ بقى رحلة انتقام تتبدل معاها شخصيتها للنقيض. روجينا قالت عن دورها في المسلسل خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة الإخبارية إنها ما كانتش متوقعة كل ردود الفعل الإيجابية دي، خصوصا إن المسلسل لسه فيه مفاجآت تانية كتير هتظهر خلال الحلقات اللي جاية. وقالت إن في تحول كبير في شخصية نصرة من امرأة مغلوبة على أمرها بتحب عائلتها لشخصية انتقامية. روجينا قالت برضو إن المنافسة النسائية الموسم ده مختلفة ومهمة وفي صالح طبعا الجمهور، وإن تنوع المسلسلات السنة دي على شاشة المتحدة بيؤكد انتعاش الدراما المصرية.